ان شاء الله. طيب الاستاذ دبوس، مين ده؟ خالد دبوس، اهلا بك يا استاذ صغير. وان حالة كورونا في تونس؟ وان حالة الحمد لله، وان حالة احسن من وان مليون حالة يا صديقي. لو كنت انا في تونس كنت هكون انا الحالة دي، بس دائما منحوس. لا ما تقولش كده يا ماهر، انت دائما سعيد الحظ والحمد لله. الحمد لله، بمزح يا جماعة. طيب أصدقائي